اليوم احنا في منبع نهر بوسنة واحد ثلاث انهار في البوسنة. منبع النهر ده طوله 174 كيلومتر وهو اجمل منابع اللي احنا بنشوفها، وده شيء من جمال البوسنة اللي احنا بندعوكم دايما انكم تيجوا وتكتشفوها وتيجوا وتتمتعوا برؤيتها هنا معنا زي ما احنا جينا مع الشباب دول الى البوسنة. وعلشان كده احنا هنا مع كل هؤلاء الشباب حاول ان نتمتع بهذه المناظر الجميلة اللي كنا محرومين عنها منها. كنا لا نعرف ان احنا لينا اماكن جميلة وناس جمال يعيشونا في مثل هذا المكان في البوسنة، ولم نعرف عن البوسنة اي شيء الا بعد ما حصلت في المذابح والمجازر والحروب الى اخره. لكن الان في سلام، الان في وئام، والان في حب على الاقل في المرحلة دي. وده نبع النهر اللي احنا بنتكلم عنه، اللي الشباب كلهم قاعدين هنا فرحانين وسعداء انهم بيتمتعوا بالنهر ده. واحدة من الشابات الحلوة بتقولي انا خايفة عليك عمو. ان شاء الله عمو، بتقولي عمو عمو يا عمو، رمضان كريم يا عمو. لا بجد انا خايفة، نعم خبيب بس. فالمجموعة دي كلها مجموعة الشباب دول جم من كندا علشان يتمتعوا بالمناظر الجميلة دي كلها، والحمد لله ده تاني يوم لنا هنا قريبه. ده منظر آخر لنبع النهر البوسنة، منظر جميل، والله جميل يحب الجمال هنا. ونجد هنا أن الله سبحانه وتعالى لو لم يكن يحبنا ما خلق لنا هذا الجمال في هذه الدنيا، بين الأنهار والجبال والمناظر الطبيعية اللي احنا نتكلم عنها. ونتمنى من الشباب إخوة أنهم يجوا يكتشفوا هذا الجمال ويكتشفوا ما جعله الله سبحانه وتعالى سحرا لنا في هذه الدنيا، لأنه يحبنا ويحبنا ويحبنا لأحد المخلوقات الجميلة اللي ربنا خلقها لنا كي نتمتع بها. زي ما انتم شايفين كده الواحد بيتصور مثل هذا الجمال الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لنا كي نتمتع به في الدنيا، وما بال الجمال الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لنا في الآخرة الجنة إن شاء الله، حينما يرزقكم الله سبحانه وتعالى جنة عرضها السماوات والأرض عدت لكم جميعا إن شاء الله. طائر ميل كمثل هذا صعب أننا نجده، لكن علينا أن نحمد ربنا سبحانه وتعالى على كافة النعم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إيانا، ونشكره كل الشكر لله سبحانه وتعالى. وأنا سأدنو من هذا الطائر الجميل وأأخذ منه حديث، وكأنه يقول لي شكرا أيها المسلم أنك أتيت إلى هنا. جماله من جمال الخالق سبحانه وتعالى. الناس بتأكلوا دلوقتي إن شاء الله. بسم الله شكرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تعالوا إلى البوسنة لكي تتمتعوا بالجمال اللي قد نكون حرمنا منه في بلادنا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.